أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. كتير من الأسر بتستسهل وبتسيب أطفالها لساعات طويلة أمام الموبايلات أو اللابتوب أو أجهزة الكمبيوتر وهم متصورين أنهم كده بيواكبوا للتطور اللي بيحصل في التكنولوجيا. طبعا مهم أن يكون الأطفال على علم بالتطور التكنولوجي اللي بيحصل، لكن كمان لازم نحذرهم من مخاطر الإفراط في الاستخدام. الكلام ده مش مجرد كلام وخلاص، لكنه ناتج عن دراسة علمية لفريق بحثي في اليابان كشف من خلالها ان فترة التعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية في مرحلة الطفولة المبكرة يقترن بتأخر النمو العقلي في مراحل لاحقة من الطفولة. واختبر فريق بحثي 7097 أم وأطفالهم لقياس زمن تعرض هؤلاء الأطفال لشاشات الأجهزة الإلكترونية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال استبيان لتحديد زمن مشاهدة هؤلاء الأطفال للتلفزيون والكمبيوترات والهواتف وشاشات ألعاب الفيديو وغيرها. وتبين من خلال الدراسة التي نقلها الموقع الإلكتروني ميديكال إكسبرس المتخصص في الأبحاث أن نسبة الأطفال الذين تعرضوا لشاشات الأجهزة الإلكترونية أقل من ساعة يوميا بلغت 48.5%، ونسبة من تعرضوا لشاشات أقل من ساعتين بلغت 29.5%، ثم من ساعتين إلى 4 ساعات وصلت ل 17.9%، وأخيرا من تعرضوا للشاشات لفترات تبلغ ال4 ساعات أو أكثر بلغت 4.1%. وتعمدت الدراسة لقياس النمو العقلي للأطفال في الفئة العمرية ما بين 2 إلى 4 أعوام في 5 مجالات رئيسية تتعلق بالتواصل والمهارات الحركية والحركات الدقيقة وحل المشكلات ثم المهارات الشخصية والاجتماعية. واتضح من الدراسة وجود صلة بين النمو العقلي في هذه المجالات وزمن تعرض الأطفال للشاشات في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث أن مشاهدة الأجهزة الإلكترونية بالنسبة للأطفال في عمر عام يؤدي إلى تأخر نموهم العقلي في عمر 2 في جميع المجالات باستثناء المهارات الحركية. وعندما يبلغون سن 4 سنوات يحدث لهم تأخر في مجالات التواصل وحل المشكلات على سبيل المثال. ونقل موقع ميديكال إكسبرس عن الباحث تاكو أوبارا خبير علم الأوبئة بجامعة توهوكو قال أن المستويات المختلفة لتأخر النمو في المجالات سابقة الذكر يشير إلى ضرورة إجراء دراسات منفصلة في المستقبل لتحديد تأثير زمن مشاهدة الشاشات على كل من هذه المجالات على حدة. يعني ملخص نشرتنا أننا نحاول نحافظ على أولادنا وبلاش نسيبهم بالساعات أمام الموبايلات والكمبيوترات ونهتم أكتر بالأنشطة البدنية لأطفالنا. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية، نشوفكم في نشرات أخرى على خير على مدار الساعة. شكرا لكم على طيب المتابعة.